على وقع النشيد الوطني أحيا الأمريكيون ذكرى اعتداءات 11 من سبتمبر في موقع برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، حيث عاد المشاركون عبر دقيقة صمت واحدة 10 سنوات إلى الوراء لتذكر حدث في طياته مئات الأحداث. الرئيس الأمريكي باراك أوباما استغنى عن الخطاب بالصلاة فاختار آيات من الإنجيل من وحي المناسبة، المناسبة التي جرى إحياؤها وسط إجراءات أمنية مشددة نتيجة تردد أنباء عن احتمال هجوم يخطط له تنظيم القاعدة. الرئيس السابق جورج بوش حضر وقرينته إلى جانب الرئيس أوباما وحرمه، وزارت العائلتان النصب التذكاري الذي هو عبارة عن بركتين متعاكستين حجم كل منهما نحو 4000 متر مربع تتضمن أسماء الضحايا، ووقف الجميع دقيقة صمت حدادة ثم صافح الرئيسان بعض أفراد أسر الضحايا. وفي مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التي تعرضت إلى هجوم في اليوم نفسه أسدل العلم الأمريكي على المبنى وأبنى فيها رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الضحايا. وفيما كان العالم من أوروبا وآسيا يتضامن مع الأمريكيين في إحياء الذكرى، خرق الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد قاعدة المجاملات ورأى أن الاعتداءات التي نفذت في أيلول عام 2001 حصلت لكي يستعملها الغرب ذريعة لغزو العراق واحتلال أفغانستان. امروز 20 شهريور إن 11 من أيلول سبتمبر كان لعبة ترمي إلى استثارة عواطف الإنسانية وإيجاد ذريعة لمهاجمة مناطق مسلمة وغزو العراق وأفغانستان وقتل مليون شخص بريء. وفيما خص تحذيرات الاستخبارات الأمريكية من احتمال اعتداء على الولايات المتحدة فقد ترجمت، ولكن خارج الأراضي الأمريكية عشية الذكرى 10 على الأراضي الأفغانية ففجر انتحاري شاحنة مفخخة عند مدخل موقع متقدم للحلف الأطلسي في وسط أفغانستان وأصاب 89 جنديا بينهم 50 أمريكيا، وقد تبنت حركة طالبان الهجوم على موقعها. من جهتها أوضحت قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان أن انتحاريا فجر شاحنة كبيرة مليئة بالمتفجرات عند مدخل مركز قتالي متقدم في سيد أباد بولاية وارداك، وأن التفجير أحدث حفرة من 6 أمتار، مشيرة إلى أنه جرى إجلاء الجرحى للمعالجة إلى قواعد عسكرية قريبة بسبب عددهم الكبير.